Passement TV. ضمن التمرين هو التمرين هو انه نكون احنا مع بعض. هل ممكن انه احنا نوزع؟ ممكن انه نعمل مجموعتين؟ مجموعة ممكن انه تكون اهتمامها لانه هي اصلا مهتمة بالكتابة اكثر مما تكون مهتمة بالاداء. انا ضياء حجازي، مسرحي من العراق، مقيم في السويد في ستوكهولم، وانا كثير فرحان كثير فخور بوجودي في مدينة مكناس، ولزاما علي انه اشكر صديقي الاستاذ اسلام الضعيف وكل المقيمين او القائمين على هذا النشاط الجميل. والان نحن في بدايه اليوم الاول للقاء مع الشباب اللي عندهم رغبه في المشاركه في ورشه، نطمح نامل ان تكون ورشه فعاله. نتمنى الهدف يكون نقدم شيء في نهايه هذا الملتقى، ملتقى مكناس للكتابه، نقدم مقترحات، وبالحقيقة هم راح تكون حكاية يكتبها الشباب والصبايا المشاركين في هذه الورشة. حاليا هذا كل ما عندي. شكرا لمكناس، شكرا للمركز الثقافي الممنوني، وشكرا لكل الناس اللي عم يعملوا من أجل إنجاح هذا الملتقى، وشكرا لكم.